لكن مع تتويج الأهلي كان هناك بين الدوري كلام والأهلي كثير بين الدوري والأهلي، لكن مع تتويج البطل ببطولته المفضلة كان هناك كلام كثير في الغربال. لما البايرن يضغط على الأهلي، بايرن ميونخ هو اللي بيضغط على الأهلي، عشان كده كل واحد يعرف مكانه فين، كل واحد يعرف قاعد فين، كل واحد يعرف مكانة النادي الأهلي موجودة فين بالظبط، وبينافس مين ويتنافس مع مين. خلينا الأول نستعرض أبرز ما جاء في الغربال من تبريكات وتهاني وردود أفعال. الاتحاد الدولي لكرة القدم هنأ الأهلي، الفيفا على صفحته بالعربي قال قبل 7 جولات من أولا كان العنوان كينج أوف إيجيبت أو كينجز أوف إيجيبت ملوك مصر، وقال بعد قبل 7 جولات من ختام البطولة للموسم الخامس على التوالي للمرة الـ42 في تاريخه الأهلي بطل الدوري المصري موسم 19-20، ألف مبروك للشياطين الحمر ولجماهير القلعة الحمراء. التهنئة من الفيفا، من الاتحاد الدولي لكرة القدم. الكاف نشر كمان على صفحته من جديد، أكد العملاق المصري الأهلي هيمنته على ساحة كرة القدم المصرية محليا حين عزز رقمه القياسي في مسابقة الدوري المصري الممتاز بالفوز بلقب موسم 19-20 للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي. أصداء عالمية كبيرة جدا هستعرضها سريعا قبل ما أرجع للمهندس عدلي عشان تشوفوا مكانة الأهلي وأصداء تتويجه وصلت لفين. CNN قالت الأهلي بطلا للدوري المصري بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف دون رد. موقع البطولة المغربي المهتم طبعا بالكرة المصرية ومنافساتها وفرقها قال بدون كارتيرون الزمالك يخسر للمرة الأولى في تاريخه أمام أسوان ويتوج غريمه الأهلي بالدوري المصري. موقع جريدة الرياضية السعودية الدوري المصري الأهلي بطلا للمرة الخامسة تواليا. وكالة الأنباء السعودية الرسمية بثت أيضا الأهلي المصري يتوج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم المصرية. موقع الشرق الإماراتي قبل نهاية المسابقة بـ6 جولات الأهلي يتوج بطلا للدوري المصري للمرة 42 في تاريخه. CNN رجعت قالت الأهلي بطلا للدوري المصري بعد خسارة الزمالك. سكاي نيوز العربية قالت الزمالك يسقط أمام أسوان والأهلي بطلا للدوري. قناة 218 الليبية الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي. وموقع سرايا الأردني قال الأهلي بطلا للدوري المصري. والأشقاء في اليمن أيضا أخبار اليمن الأهلي يتوج بطلا للدوري المصري للمرة 42 في تاريخه بعد خسارة الزمالك أمام أسوان في الجولة 28 من عمر المسابقة. في فلسطين احتفلت رابطة مشجعي النادي الأهلي في فلسطين الزميل علاء خالد وكل أعضاء رابطة محبي الأهلي وعشاقه في غزة بتتويج الأهلي. كمان رابطة حب الأهلي جمعنا للصديق أسامة كتبت على شاطئ بحر غزة الأهلي الأسطورة. يعني الصورة دي فيها مجهود هائل. صحيح. عندك تعليق على ما سبق؟ عندي تعليق ان انا اعلم ان في روابط في اوروبا دلوقتي بتحتفل ميلانو. محمد سليمان كان بعت لنا بس للاسف فيديو ما جهزش. في شوارع ميلانو رابطه محب الاهلي وجماهير الاهلي في ايطاليا بتحتفل بالدوري. هذا كلام على ولو دورت في كل العالم هتجد مثل هذه الاحتفاليه بين الجاليات المصريه وعشاق الاهلي من الاجناس الاخرى.